السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021 2022 بداية من اليوم السبت 19/3 مارس 2022، وتستكمل ثلاث مباريات يعني النهاردة في مباراة واحدة، وغدا الأحد 20/3 مارس 2022 عندنا ثلاث مباريات، الأربع مباريات طبعا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. لأول مرة تزورنا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب وعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، عندنا اليوم ميدلسبرا هيلعب أمام تشيلسي الساعة 7:15 دقيقة أو 7:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 8:15 أو 8:15 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، والساعة 9:15 مساء بتوقيت قلنا 8:15 مساء بتوقيت الأردن أيضا، والساعة 9:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 6:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5:15 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قررنا كل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لا بريميوم، معلق المباراة أحمد البلوشي. غدا الأحد 20/3 مارس 2022 بإذن الله تعالى، كريستال بالاس هيلعب أمام إيفرتون الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 3:30 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 1:30 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والقناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 3 بريميوم التالتة بريميوم، معلق المباراة عامر الخزيري. بعد كده عندنا مباراتين، ساوثهامبتون هيلعب أمام مانشستر سيتي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن، والساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 عصرا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم، معلق المباراة يوسف سيف. آخر مباراة في مباريات ربع النهائي، نوتنغهام فورست هتلعب أمام ليفربول الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، الساعة 10 مساء بتوقيت أو العراق والأردن، والساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة ناقلة لمباراة ليفربول قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم، معلق المباراة خليل البلوشي. اشترك في القناة فعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.